جهز المصاري بكرة، رح خبرك لوين تجيبون. أخي اسمع، تعالوا عطي الظرف للخال عزيز وأنا جنبه ماشي؟ بس الله يوفقك، لا تنسى دفعت مصاري لرجال الأمن لأعطاك التسجيلات ماشي؟ ماشي ماشي، فهمت، خلص ولا يهمك. أخي ليك، لازم ندبر هاللعبة كتير منيح، ما منعرف شو رح تكون ردة فعل الخال عزيز. خلص فهمت عليك أخي كنان، أنت لا تقلق، أنت وساق فيني وشيلك من الباقي. يلا أصلا أنا على الطريق، نص ساعة أكون عندكم. ماشي أخي، ناطرك. هلأ ارتحت لأنك طمنتيني عنك. طيب خبريني بكل التطورات، اتفقنا؟ يلا الله معك حبيبتي أرماك. أخي أنا من شوي كنت طالع من المدخل، سمعت حديث كتير غريب بالصدفة. حديث شو؟ وبين مين ومين؟ السيد كنان عم يحكي على الموبايل، ما فهمت كتير الحديث، بس قال شركة وموظف أمن وشي بدهم يعطوا التسجيلات للسيد عزيز، قلت خليني اجي بخبرك. عمتي عمتي شبك؟ اسحبي الكرسي عادي هون. شبك عمتي؟ ها منيحة، ما فيني شي. كيف يعني ما فيكي شي عمتي؟ وشك أصفر. قلت لكم ما فيني شي. اطلب سيارة إسعاف أمي. ما في داعي للإسعاف، أنا بعرف شو صار. شو صار عمتي؟ لا تخوفينا. لا ينشغل بالكم، بيكون ارتفع السكر، ما كان لازم آكل آخر قطعة حلو. أعطيني كاسة مي. آه يا عمتي، كل يوم بيطلع الشعر على لساني وأنا بقول لك انتبهي على أكلك. فهميني أنت إمتى أكلتي كل هذا الحلو؟ شو عم تعدي علي الأكل ملاك؟ شربي مي، خلينا نروح على البيت مشان ترتاحي، طول النهار وانتي على رجليك. لا تكبري القصة ملاك، ما فيني شي، منخلص شغلنا بعدين منروح. شي مرة واحدة بس اسمعي كلامي. يلا يلا قوموا روحوا، أصلا ما ضل شغل كتير، هلأ أنا بضضب شوي وبلحقكم. بنتي اطلبي لنا تاكسي. تشربي كمان؟ اشربي إذا فيكي. يلا. أخ يا عمتي، أخ منك بس، همك بطنك وبس. Thank you.
خالي انت. سيد عزيز شوفي وين هالكلب فوران؟ طلع من شوي. طيب قال لك لوين راح؟ لا ما قال لي شيء، بس قال لي هالفترة ما راح يكون متواجد هون، راح يطلع سياحة. بده يطلع سياحة؟ ايه. شفتوا؟ هرب هالكلب. يلا يلا. تعمل هون فرار؟ ولا شي، جيت مشان زورك بس. كيف صرتي عمتي هلأ أحسن؟ إيه بعد ما تسطحت حاسة حالي صرت أحسن. ميلوش شو عاملين أكل؟ جعت كتير. خالتي شو بكي ما عم تفكري غير ببطنك؟ انت رح تاكلي خضرة مسلوقة وخبز محمص. استغفر الله، شو انا مريضة لأكل خضرة مسلوقة؟ مثلا لو في لحمة مشوية وجنبها صحن رز كمان، واذا في بطاطا مقلية اشتهيتها كتير. يلا ميلوش روحي حضريني اياها. طبعا حبيبتي، وحلو جنبهم كمان. الظاهر انت جنيتي. يوم العشرة حيكون خفيف، ميلوش معها حق. حبيبتي خلينا نجهز السفرة. صح، هازال ما خلصت دوامة لسه؟ ما رح تجي على العشاء؟ ايه والله وينها لهلأ، خليني اتصل فيها. عم بيرن بس ما عم بترد. هازال بترجاكي سامحيني، لا تزعلي مني. ماشي؟ بسبب راس الحية كنان وأبوك الحشري جبرت إني أعمل هالتصرف، وإلا معقول ربطك وحطك بالسيارة هيك؟ سامحيني بترجاكي. حتى أنت طلعتي عن طوري مثل ناس بالضبط، ما سمعتي كلامي. لو كنتي عاقلة وتصرفتي بطريقة منيحة ما كان صار كل هذا الشي بالمرة. وفوق هاد أخذتي تسجيلات وصرتي تبتزيني كمان. ما؟ ما خجلتي من عملتك هي مو هيك؟ شو كان بدك أعمل ما أتأثر؟ ها؟ ست إبرة؟ شو عم تعملي؟ ما في شي حبيبتي، عم حط الغراض. معقول تعملي هالشي؟ لازم تنتبهي منيح بالأشهر الأولى لو سمحتي. مو مشكلة، ما بصير شي. إبرو ديري بالك على حالك. طبعا معك حق سنان، أوقات عم بنسى أني حامل. سنان ما عم صدقني معك هون تحت سقف واحد. لا تتعود كثير، قلتلك من قبل حالياً ما فيني أوعدك بشي. انتي هون لفترة بس، أصحك تنسي هالشي. راح تضلي فترة بس. طيب ماشي، لا تعصب فوراً. طيب انت قلت لفورال شي؟ قصدي لما سمع اني رح اعيش معكم لفتره شو كانت ردة فعله؟ عصب كتير؟ ايه عصب، صار يقلي دائما بتاخذ القرارات الغلط مع النسوان الغلط، وطبعا معه حق بهالشي مو هيك؟ عاكل هذا مو موضوعنا هلا. لحسن الحظ فورال ما رح يكون هون لكم يوم، طلع سياحه، والا ما كنت رح اقدر اتحمله. اوه شو هالخبر، نحن لحالنا يعني؟ إيه برو. طيب ماشي رح أسكت. فيك تساعدني؟
أهلا وسهلا. شوفي شو صاير معكم. قولي شو اللي ما صار ملاك. كنان، صاير شي لهازال؟ هازال؟ هازال مو بالبيت؟ لا، نحن طلعنا بكير وكانت هي عم بتسكر المطعم. اتصلت عليها كتير بس ما عم بترد. هازال، حافظ، حافظ. كنان، هذا أكيد فورال. اركض. عزيز، شو اللي عم بتقوله؟ كيف يعني ضل يخنق ناس بإيده لحتى قتلها؟ شو هالكابوس يلي عم نعيشه؟ إذا فورال بيكون خاطف بنتي رح خليه يتمنى الموت وما يلاقي. نلاقي بنتي بالأول وبعدين رح انتقم لأختي منه، بس للاقي بنتي بالأول. ما عم صدق بنتي كل هالوقت مع هالقاتل تحت سقف واحد؟ لو ما جبرته هازال على الطلاق لكانت عاشت نفس الحياة اللي عاشتها أختي. ما بدي أفكر بهالشي. إيه كنان، شو عم تقول يا ابني؟ كيف ما لقيتوها؟ شو مفكر حالك عم تعمل؟ شو يلي عم تعمله؟ هلأ بدك ترجعني؟ هيك رح تورط حالك بجريمة تانية. خليني قوم روح هلأ ورجعني فوراً. إذا ضليتي عم تصرخي رح لزق لك تمك كمان. أنا شو عملت لك؟ فهمني أنا شو عملت لك فورال. لا تطلع هيك مثل المجنون، احكي. أبوكي لو ما ضل كل الوقت عم يدور على أخته، ولو نسي الماضي وكمل حياته، ما كان صار فينا كل يلي صار. عم تسمعي شو عم بحكي؟ ليش هو عم يدور على تسجيلات هذيك الليلة؟ بابا الغلطان مو هيك؟ لو حدا خنق أختك مثل ما أنت خنقت ناس، شو كنت عملت؟ كنت رح تقعد وتتفرج مثلاً، أو رح تلحق اللي قتلها؟ شو؟ ليش ما عم ترد؟ ما عندك جواب مو هيك؟ خلصنا، ما أسكتي. أرماك شي تاني. نفس الشي مثل ما أرماك أختك ناس أخت بابا. أنت خنقت مرتك من دون ما يرفلك جفن. أخت بابا اختنقت وماتت بين إيديك يا فورال. كيف بتقدر تنهي حياة حدا بكل دم بارد؟ ما عم صدق هالشي. انت شو؟ شو مفكر حالك؟ مين انت؟ سكتي بقى، لا تسمعيني صوتك. سكتي، وقتها ما كان قصدي، فهمتي؟ انا كان بدي اتركها مشان تروح، بس ما قدرت اتحكم بايدي. عم تفهمي؟ ضلوا ايدي يخنقوها وهي عم تتخبط قدامي. كان في صوت جواتي عم يقول لي واقف، بس ما قدرت اتحكم بايدي. فورال، وينك فورال؟ اطلع، وينك؟ شوفي ليش عم تصرخ؟ وين اخوك عديم الشرف؟ قال انه بده يروح سياحه كم يوم. طلع فيني اذا كنت عم تخبي عني. والله العظيم لحطك بالسجن مع هذا القاتل، عم تفهم؟ شوفي قاتل، شو عم تقول انت؟
أخوك الجبان هذا ما بيتقوى إلا عن نسوان. ما كفى أنه قتل ناز، هلأ خطف هزال كمان. فورال قتل ناز؟ كينان أنت شو عم تخبص؟ من وين جبت هالحكي؟ تسجيلات الجريمة بإيدي. لما حس أنه رح نمسكه خطف هزال، مفكر هيك رح يقدر يحمي حاله. شوف سينان، ما في مزح بهالموضوع، عم تفهمني؟ إذا شعرة واحدة من شعر هزار رح أخرب الدنيا كلها فوق راسه. وإذا بيتصل فيك هالكلب بتخبرني أنا بالأول ماشي؟ وإلا أنت وأخوك رح تتخذوا بالسجن اتنيناتكم سوا، عم تفهم؟ فهمت. وهلأ فكر معي، فكر لوين ممكن يكون أخذها لهزار. شو بيعرفني وين أخذها؟ هذا فورال ما بينحزر عليه. أنت خليك هون حافظ، لا تبعد عينك عنهم ماشي؟ ولا يهمك، عندي. اسمعني، اصحك تعمل اي غلط رد هلا ولا تحسسه بشي. الو سنان، فقت؟ اسمعني شوي. شو في اخي من عند هالصبح؟ اسكت ولا تسال شي، بدك تدبر لي سياره فورا. ليش؟ بدي روح على إيفاليك، ومن هنيك رح روح بالقارب على ميديلي. لا تسألني أكثر، بس خلي السيارة تكون موثوقة. إيه، دبر لي خط موبايل نظيف كمان. طيب فهمت عليك، بس ليش كل هالتوتر؟ لا تكون واقع بشي مشكلة. خلصنا، لا تسأل، هلأ موضوع حياة أو موت. طيب أخي وينك أنت؟ لحالك شي أو في شي حدا جنبك؟ شو هالأسئلة هي أخي؟ اسمعني، في حدا جنبك لحتى عم تسألني هي الأسئلة؟ أخي جنيت أنت، مين رح يكون جنبي من عند هالصبح يعني؟ لساتني متسطح بتختي. شوف لا تشغل لي بالي وتخليني خاف عليك، ماشي أخي؟ إيه تمام. وهلأ قلي وينك أنت؟ لأجي لعندك ونشوف شو بدنا نساوي. ما كان بدي أعمل هذا الشي سنان. يا أخي حياتي عم تروح من بين إيدي وعم تتدمر كلها. أنا خايف كتير يا سنان، ما بدي ضل لحالي بنوب، خايف كتير فوت على السجن. أخي لو سمحت اهدى ولا تحكي هيك، اللي وينك هلأ لأجي لعندك وأنا باخدك على إيفاليك. بلا ما تسوق السيارة أنت. ست هزال، شوفي مبسوطة لأنك شايفتيني بهي الحالة مو هيك؟ خلص فورال بقى، بكفي إنك خطفتني وجبتني لهون، هالشي ما رح يفيدك، خليني روح. وانت اعمل اللي بدك يا، بس لا تعمل جريمة تانية. شو 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 شو؟ الست هزال عم تنصحني؟ عقلك صاير عم يفكر منيح وصاير عم تعطي نصايح والله. شفناك شو عملت بعقلك المريض هاد؟ مريض نفسي. خرسي خرسي ولا كلمة، استنوا علي كلياتكم رح تشوفوا يلي رح يعملوا عقلي المريض هاد. من اول يوم عرفتك فيه، من اول يوم عرفتك فيه وانا عم حاول خليك تحبيني، بس انتي بنت القرية ما عزبتي حالك ولو قد الشعرة مشان تفهمي. قريبا كتير قريباً كتير رح خليكي تعرفي إنك لأي درجة كنت غلطانة بحقي. إذا المبلغ ما كان جاهز فرح ينتهي أمرك يا فورال ديمير أو. خلصنا بقى، لك مين أنت؟ مين أنت اللي؟ تعال تعالوا كلياتكم، تعالوا كلياتكم لأعمل مجزرة جماعية. تعال لشوف، يلا المبلغ جاهز، تعال على هذا العنوان. ميخا، الو
مرحبا سيد عزيز. أهلين، يعطيك العافية، طمني، في شي تطور؟ صار اتصال من رقم الموبايل للشخص اللي اشتكيت انه هو اللي خطف بنتك. ايه، قدرتوا تحددوا مكانه؟ ايه، تعقبنا اشارته ووصلنا للمكان اللي متواجد فيه، وبعد شوي رح نروح عليه. اتصلت لخبرك. ايه طيب، ونحن رح نطلع كمان. شو صار عزيز؟ لقوا بنتي؟ لقوها، حددوا مكانه وهلأ طالعين. منيح انه كنان خبر الامن بانه فورال خطف هازال. طيب ما عم بفهم كيف قدروا يلاقوا مكانهم بهالسرعة هاي. اتعقبوا اشارة موبايل فورال يا نرجس. الحمد لله، قال حافظ بانه فورال اتصل بسنان، اكيد اتعقبوا هذا الاتصال. خلينا نطلع خارج. وقفوا، انا بدي روح. لا ما فيك تروحي، خليكي هون ونحن من خبرك. ماشي يلا. عزيز وعدني انك رح تجيب بنتي بخير وسلامة. ماشي ملك، انا بوعدك رح رجع بنتنا. ماشي كنان. ليك لا تعمل أي شيء إن شاء ما يعصب ويأذي بنتي، بعد الله يوفقك بترجعك. اطمني، ما رح يصير هالشي، رح رجع لك بنتك بوحدك. أنت اهدي وانطرينا هون. ما حطيتي ولا لقمة بتمك من امبارح، يلا كلي. ما بدي. هذا لا تعانديني، عم قلك كلي. شايف وضعي بيسمح لي اني اكل؟ اطلع، ايدي ورجلي مربوطين ومخطوفة، وانت همك انه بدك تطعميني، كيف تفكر انت؟ لو ما كنت مجبور ما كنت عملت كل هاد. لا تحكي هيك وكأنك ما بتعرفي انك غالي علي وقديش بحبك. لو كنت بتحبني عن جد ما كنت خليتني اعيش هذا الخوف، ما كنت عملت هيك. اصلا هي هي مشكلتك، ما بتعرف شو هو الحب وكيف انك تحب عن جد. بلشنا مواعظ ست هزال، قولي شو عندك كمان يلا. انت ما بدك تفهم مو هيك؟ عم تتصرف مثل ولد صغير شاف لعبة ومصير ياخدها رغم كل شيء. وانت بدك الناس اللي بتختارهم يحبوك غصب عنهم وتاخد حياتهم، بس هذا الشيء ما بتصير لا بالغصب ولا بالمصاري. هزال، ما حبيتيني ابدا؟ ما تحركت ولا زرت مشاعر جواتك تجاهي انا؟ لك كتير عملت كرمالك، عملت كل شي لحتى خليكي مبسوطة، هذا كان أكبر همي. أنا بشغلة تتحكي، خطفت وحدة ما بتحبك وخدعتها، شو بدك أكتر؟ ما كان قصدي أعمل هيك، آسف هزال، سامحيني. فورال بترجاك للحظة واحدة، فكر منيح للحظة واحدة بس. ما رح تستفيد شي أنت وحاجزني هون. طيب بوعدك أني ما أشتكي عليك، خلينا نروح على المشفى وتتعالج. فورال عم احكي عن جد، صدقني ما رح تستفيد شي اذا خطفتني وخلتني محجوزة هون. فكرتيني ولد قدامك؟ اه؟ مفكرتيني ولد صغير؟ بدك تاخديني على المشفى وتعالجيني كمان؟ هيك؟ بدك تمسكي ايدي مثل ولد صغير وتاخديني على المشفى؟ طلعي فيني بلا لعيبك، هي هالكلام ما بيمشي علي بنوب. انا غلطت مرة واحدة لما تركتك وهذا الشي ما رح يتكرر ابدا. بس استني لحتى يجي سنان، وبعد الباقي كلياته سهل، رح نكون مع بعضنا على طول، بتعرفي؟ رح نكون مع بعضنا لحتى نموت. رقم السجن، هذا أخي. خير إن شاء الله. ألو، كيفك أخي؟ إن شاء الله بخير، كل شي تمام؟ وقف وقف، اهدى شوي لحظة، خليني افهم عليك. الو، احكي شوي شوي لأفهم. اعتراف شو؟ شو عم تقول انت؟ انت ما قتلت جينات؟ شو عم تقول اخي؟ هلا عم تقول هالشي؟ مين قتلها لك؟ مين؟ ايه برو؟ كنت بعرف في شي مظابط من الاول، كنت بعرف. ماشي اخي، انت اهدى هلا، اهدى وطول بالك وانا رح حل الموضوع، لا تقلق. انا الو الو كنان، صحيح يلي سمعته؟ والله ما عاد اعرف شي يا خال، ما بعرف شو بدي اقول. كان عم يقلي مو هو اللي قتل جينان، قال هي ايبرو وهو شال الجريمه عنا.
صباح الخير. أي صباح خير هاد؟ صار لنا فايقين كذا ساعة. ليش شو في سنان؟ شكلك نسيتي شو يلي صار مبارح إبرو؟ ما بتتذكري شي؟ سنان، إذا متذكر مبارح بالليل قبل ما فوت نام ما كنت بعرف غير الكلام اللي قاله كنان، ما بعرف أي شي تاني. شو صار؟ اتصل فورال شي؟ ايه وشو كان بده؟ سنان، دير بالك تتورط بمصايبه، هيك رح يسحبك معه ورح تتورط بكل شي عم بيساوي. كيف ما خطر لي هالشي يا الله؟ كتير برافو عليك إبرو، حتى إذا بدك رح روح على الشركة واشتغل عادي وكأنه ما صار شي، والمساء برجع بتعشى معك عرواء، شو رأيك؟ طلعي فيني، قد ما كان فورال مجنون وعنده مشاكل بالأخير هو بيضل أخي، عم تفهمي؟ حتى لو كان غلطان ما رح أرميه وتخلى عنه. حطي هالشي براسك وأصحك تتدخلي بشغلي مرة تانية. مرحبا سيد عزيز. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلين. هنن بهذا البيت؟ إيه، راجعنا كاميرات المراقبة اللي بالطريق امبارح حوالي الساعة 9:30، فات من الطريق الرئيسي لطريق فرعي لوصل لهون، واللي كان عم يسوق السيارة هو فورال، وكان مبين في حدا قاعد ورا بس الوش مو واضح. وبعد ما حضرتك قدمت شكوى أخذنا هالشي بعين الاعتبار وتبين إن الست هزال. سيد عزيز، يا ريت تضل واقف على جنب رغم أي شي ممكن يصير وما تحاول تتدخل أبدا، هون بيكون بلش شغلنا، اتفقنا؟ ماشي، ولا يهمك. مسكنا هذا كان قريب من هون سيدي، اشتبهنا فيه من حركاته. احسان، انت شو عم تعمل هون؟ سيد كنان، انا حاولت تستغل هالوضع وتكسب مصاري عديم الشرف. الله يلعنك، اهدى كنان. بلا شرف كنان، واحد حقير يلعنك. كنان اهدى، طول بالك، نحن ساعدناك كمان. ماشي كنان، بكفي، اهدى. المهم هلأ سلامة هازان، تركوا ما لنا شغل معه هلأ. يلا يا شباب، يلا يلا. اختي ملك. لا ما بدي اكل شيء. لك ما بيصير، لازم تاكلي لك شيء لقمه، من امبارح ما حطيتي ولا لقمه بتمك، لا سمح الله بلا ما تمرضي وتوقعي هلا. هاتي بنتي هاتي، انا باكل مشان ما ينزل سكري. هاتي. صار لهم ساعتين رايحين ولهلا ما في خبر. اكيد راحوا على مكان بعيد، دوبهم يكونوا وصلوا هلا، الله بيعلم وين بيكون اخذ هالمجنون. شش اسمعوني، وينو حافظ مبين؟ كنان خبره لحافظ يراقب أخوه لفورال مشان إذا صار شي. طيب روح أنا أتصل فيه وأسأله شو الأخبار. ميلوش، ما سمعتي ملك شو قالت؟ الرجال واقف عم يراقبه، لا تتصلي وتشتتي انتباهه. ماشي مثل ما بدك، انتي بس خليكي قاعدة وعم تعطينا الأوامر خالتي. عندي سكر، عندي سكر. الله يكون بعونك. يلا يا سنان يلا. سلم حالك، المكان كله محاصر. فورال ديمير أغلو، ما حدا رح يأذيك، افتح الباب بهدوء واطلع. هدول كيف اجوا لهون؟ سلم حالك فورال. ترأسي سكتي، لا تشوشي لي عقلي. يا الله يا سنان، لبين ما تدبر سيارة الشرطة لقتنا. فورال ديمير أغلو، سلم حالك، عطلك صلاح الرهينة اللي معك. عن جد؟ هالموضوع ما رح يخلص هيك، أنا بقرر النهاية. خال، خايف هالمجنون يعلق مع الشرطة.
حتى لو فكر يعمل هيك شو بده يطلع من أمره؟ ما رح يقدر لهم. يا خوفي تضل بنتي بيناتهم وتتأذى. الله لا يقدر. يلا جنيت شو عم تعمل؟ ايه جنيت، ممكن تقولي لي اني مريض؟ شو صار؟ ليش مستغربة؟ ما رح اطلع معك من هون الا على القبر. بترجاك فورال اهدى، لا تعمل هيك. خليني روح احكي معهم وقل لهم انك ما خطفتني. وقتها رح يتركوك ويروحوا من هون، بس اذا عملت شي ما رح يتركوك ابدا. فكر منيح فورال، انت وصلت للاخر ما عاد تقدر تعمل شي. غلطانه كتير يا حلوه، مو انا يلي بوصل لهون وبتراجع. وهلا بدك نفسي يلي رح قلك يا حرفيا، تمام؟ ورح تكوني عاقله، وقال رح اقتلك بالاول وبعدين بقتل حالي، وانت بتعرفي كتير منيح اني بساويها. خلي رهينه تطلع وسلم حالك. سلم حالك، ما منأذيك. افتح الباب وطلع بهدوء. سلم حالك وخلي رهينة تطلع. عم تسمعني؟ سلم حالي ما؟ بدكن سلم حالي ما هيك؟ ما أنا أصلاً سلمت حالي، جيت لهون لأني استسلمت من زمان. ليش أنا كان بدي يصير كل هاد؟ فكركم كان بدي يخسر أمي ولا كان بدي تموت ناس؟ بس أنتوا ما عم تفكروا غير فيهم، ما عم تفكروا فيني، ما حدا عم يوقف بطرفي. ليش أنا مجبور أني ضل وحيد دائما؟ ليش ما في حدا عم يوقف بطرفي؟ كان بدي شي واحد بهالحياة، كان بدي يحبوني، حتى هذا استكترتوا علي. هزال هزال، ليش استكترتي هذا الشي علي؟ ها؟ ليش؟ الشي الوحيد اللي كان بدي اياه من هالدنيا انه المرأة اللي حبيتها تحبني. يمكن جرحتك وزعلتك واخدتك غصب عنك، بس انا وصلت لهي الحالة، وصلت لها بسببكن. ما حدا كان عم يسأل عني، انا اخترت هذا الطريق بسببكن كلياتكن. وهلأ إذا ما بدكن أي حدا من هون يتأذى، رح روح من هون أنا وهازال. وإذا أي حدا حاول أنه يمنعني، بالأول رح أقتل هازال وبعدين رح أقتل حالي، وقتها رح نروح من هون سوا. إيه؟ عم تسمعوني؟ داق صدري كتير يا عمتي، والله ما عاد فيني اتحمل. بنتي طولي بالك، خليكي متفائلة، ان شاء الله بصير خير. الحكي سهل يا عمتي، بدي ارجع شوف بنتي، بدي ارجع شمها وضمها، وبعد اخد عمري كله بس شوف بنتي قدامي. حبيبتي يا حبيبة عمتك انتي، خليكي صبورة شوي بنتي، ان شاء الله هلأ بيجوا باخبار حلوة. وبعدين بنتنا الحلوة بدنا نزوجها ونلبسها فستان العرس والطرحة. ترجع بنتي بالأول بخير وسلامة، وبعدها ما بدي شي تاني. ملاك ملاك. تم الإثبات بأنه قاتل جنان ديمير أوغلو هي إبرو سانجار. نعرف أنه هون، يجينا ناخذه. Thank you.
استناداً على الصلاحية اللي معي إياها بعلنكم زوج وزوجة. وهذا دفتر العيلة. رحلة موفقة، إن شاء الله بتنبسطوا. وأخيرا شفتكن عرسان. ما عاد بدي شي من هالدنيا. أمي ما عاد بدي إياكي تبكي من بعد هلأ. اطلعوا فيني، ضلوا خبرونا وطمنونا عنكم. الله لا يفرقكن أبدا، وإن شاء الله بتقضوا كل عمركن وإنتوا مبسوطين. ما شفت بحياتي اثنين بيستاهلوا بعضهم مثلكن إنتوا. عرفت ناس كتير بحياتي عانوا كتير بحياتهم وتعذبوا ليجتمعوا سوا، ومنهم أنا وملا. يلا لشو، يلا يا أحلى مرة بكل هالعالم. إذا جاهزة خلينا نروح على شهر الحسن، أصلاً اتأخرنا كتير مو هيك؟ منشوفكن بخير. الله معكم. هزال